اليوم درسنا الأخير شلون نرسم هذا الفستان. إن شاء الله يكون الدرس حلو وواضح وسهل، وإن شاء الله تستفيدون يا رب. فيلا نبدأ. أول شيء تروحين للزر الإعدادات، بين تروحين خيار الكانفاس، بعدها تروحين للدروينج جايد تضغطينه، وبعدين تضغطين الإديتنج دروينج، تروحين لكلمة السيميتري آخر شيء هنا عندكم على اليمين، ويجيك هذا الخط المنتصف. انت تقدرين تحركينه وين ما تبين، نفترض انك انت راسمه وجه وتحطينه عليه وترسمين، احنا راح نخليه في المنتصف وبس. تضغطين دان وخلاص تبدين ترسمين، تختاري فرشتك مونولاين حلوة، سايرب حلوة، في كثير اشكال يعني او اقلام حلوة للرسم. شايفين كيف الفكرة؟ جدا سهل عليك حتى زي ما قلت لكم في الملامح. الآن راح نبدأ. بسم الله. زي ما انتم شايفين راح أرسم أنا يعني المانيكانة اللي من فوق، أوكي؟ فراح نرسم رسم عادي كذا. وراح نقفله من تحت. بعد ما أخلص من الحجم اللي أنا يعني من الرسمة اللي أنا رسمتها، راح أصغر حجمها لأني أنا أبغى من تحت الفستان يكون أكبر. فخلاص بعد ما رسمت الرسمة اللي أنا أبغاها وحددتها، صغرتها شوي وكملت القطعة من تحت. هنا بدأت أرسم قطعة الفستان من فوق من عند الصدر. ان شاء الله يكون واضح لكم. انا راح اسوي زومينج عليها عشان تشوفون اكثر. بعدها اتجهت للقطعه زي ما انتم شايفين او زي ما راح تشوفون من تحت. على فكره تقدرون تطبقونها بالجوال، لان الجوال تقدرين تسوين زومينج عليها، وتقدرين يعني تسوين زوم على نفس الصفحة، وتقدرين كمان تصغرين الصفحة وتلفينها يمين ويسار. راح يكون واضح لكم أكثر بالفيديوهات. إذا أنا صورت بفيديو وأنا أرسم بالجوال، راح تشوفون قد إيش هو سهل ويشبه نتيجة الآيباد. وكذا برسمنا القطعة، راح أعدل شوي فيها. أهم نقطة تذكروها أنكم بعد ما ترسمون المانيكانة من فوق، تفتحون صفحة جديدة عشان تبدون ترسمون الفستان، لا ترسمونهم في صفحة واحدة. عشان الحين بعد ما راح نرسم القطعة كاملة، راح نرجع راح ننظف بعض الأماكن، وفوق راح يتنظف. فلو إحنا حطينا في صفحة واحدة راح نمسح كل شغلنا. خلاص بعد ما نظفنا كل شيء راح نبدأ نلون. راح نلون المانيكانة، بعدها راح أفتح صفحة جديدة وأضغط كليبينج ماسك على أساس أنا ألون المانيكانة لحالها ولا أطلع من الحدود. إذا أنتوا حابين درجة معينة وحابين أنتوا يعني مثلا بني ودرجاته، تضغطين على الألوان وتضغطين على كلاسيك تحت مكتوب، وتختارين في حدود الدرجات اللي أنت حابة تلونينها. راح أختار فرشة نويزي، راح أبدأ بلون فاتح. شوف شلون راح أبدأ أحط شوي الإضاءة كذا من الأطراف، وبعدين راح أخذ درجة غامقة من نفس الفئة يعني نفس فئة البني اللي أنا فيه، راح أحطها على بعض الأماكن.
وبس الحين بعد ما انتهينا من التلوين راح نبدأ بتلوين القطعة. شوفوا الحين راح أضغط الصفحتين هذه مع بعض وراح أبدأ أفتح صفحة جديدة وراح أقفل كمان زي ما قلت لكم بالسيميتري. شوفوا الحين عشان ما لوننا بالحدود نفسها فتلو طلع برا، فهمت شلون القصد؟ يكون في شيء أكيد جزء ما قفلته أنا، ضروري إني أرتب الرسمة بعدين أكمل. أوكي، أول شيء اعذروني على صوت شوي تعبان، راح أخذ لون أسود وراح أضغط أفتح صفحة جديدة وأضغط كليبينج ماسك زي ما عودتكم. أوكي، والفرشة نويزي، شوفوني وين اختارها وأبدأ أحط الكسرات. حابة شوي تعرضين، إذا عرضتيها تعطي شكل يعني ثانية أكيد أخف بالعفطة، وإذا صارت صغيرة تعطي عفطة قوية. حبيت في البداية شوي أحدد، بعدين راح أعرض شوي الفرشة. هذا الشكل. وعشان ناخذ لون فاتح من نفس التدرجات زي ما قلت لكم، تضغطون خانة الألوان، تروحون عند كلاسيك وتغيرون وتروحون للون الفاتح. ونفس الشيء احنا لسه نشتغل بفرشة نويزي، راح احط اماكن النور بهذا الشكل. اوكي، بعد ما انتهيت راح اخذ فرشة الترتر من مجموعتي وابدأ احط على الاماكن اللي راح تكون بارزة. كبرت الفرشة ولو تلاحظون قللت الشفافية، خليتها شوية يعني لون قوي، وبدأت أحط اللمعة. هنا نبدأ نشتغل على الجزء السفلي وراح اخترت لون كذا فسفوري. بدأت عادي لونته، بعد ما ألونه أنا راح أموهه، راح اختار شيء في الإعدادات هنا إنه يموه لي الصفحة اللي أنا فيها، لأني أنا الأصفر ذا فتحت لصفحة لحاله. راح أضغط هنا، راح أضغط جيشن بلور، وشوفوا في جهتين جيشن بلور، يا لاير يا بنسل. شوفوا فأنا لما ضغطت اللاير طلع برا الحدود، تموه وطلع برا الفستان، فما عجبتني النتيجة، فاخترت أنه يكون بلور بالبنسل يعني بالمكان اللي أنا أحدده. هذه الخاصية في البروكرييت إكس 5، يعني لازم تحدثينه عشان يجي كذا. طبعا التحديث مجاني والدفع للبرنامج مجاني ومرة واحدة مو اشتراك. خلاص بعد ما موهته فتحت صفحة جديدة واخترت فرشة نويزي وبديت أسوي كمان كسرات على نفس الانسيابية حق القطعة اللي فوق. بعد ما خلص راح أرجع لفرشة نويزي وراح أبدأ يعني أخذ التشكيلة كذا أموهها كمان على فوق عشان يصير مو فجأة أصفر. فأخلص كل الجهات هذه. بعد ما أخلص راح أخذ فرشة الترتر وراح أخذها يعني أبدأ كذا من تحت لفوق نفس الفكرة، ويكون بذلك انتهيت من رسم الفستان. بعد ما انتهي واخلي الفستان كله في صفحة واحدة راح اسوي دوبل كيت للصفحة، يعني تكرار للصفحة، واخلي الفستان لونه اسود. بنفس الطريقة تروحون للاعدادات وتخلونه اسود، وبس خليت الطبقة السوداء الفستان الاسود تحت وضغطت كليشن بير وعشان يطلع لي التمويه هذا يعطيها ظل اكثر وتكون بارزة. وبكذا يكون احنا انتهينا من رسم الفستان.
هنا أنا قاعدة أحوس وأحاول أختار خلفية ممكن تناسبني. فأنا في الرسم ترى قد أشكل وغير وغير لين أحس عيني عجبها هذا الشكل أو هذا المنظر أو هذا الفستان أو هذا التصميم أو هذه الرسمة. وبس إن شاء الله يكون الدرس سهل وواضح، وإن شاء الله أنكم حبيتوه.